أهلا بكم مشاهدينا في برنامج اتجاهات الصحافة، ونقرأ في عناوين حلقة اليوم: المستقبل السياسي لحكومة الوفاق والتحديات المطروحة، مآل ما يعرف بتنظيم الدولة وتعقيدات الوضع الأمني بعد معركة سرت، أمال في توحيد مؤسسة الاستثمار الليبية وتجاوز الخلافات. نناقش هذه الموضوعات مشاهدينا مع ضيفنا عبر سكايب من تونس، مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد أخشانة. أهلا وسهلا بك سيد أخشانة. تحياتي لك أستاذ علي ولمشاهدينا الكرام. يعتبر بعض المحللين أن عدم وجود حكومة موحدة يمثل أحد التحديات الرئيسية دون اعتبار عشرات الجماعات المسلحة من العوامل التي تسهم في تعقيد الوضع وتضاعف حجم المسؤوليات الملقاة على كاهل حكومة الوفاق الوطني، والتي باتت غير قادرة على تنفيذ المهام الأساسية للحكم على حد تعبيرهم وتوفير الظروف الأساسية للحياة، فيما تبدو الآمال في المصالحة بعيدة، خاصة في ظل غياب أي مقاربة سياسية واضحة بديلة للوضع الراهن. ذكر الكاتب عماد الدين زهري منتصر في مقال على موقع مجلة فورن أفيرز أن عدم وجود حكومة موحدة يمثل أحد التحديات الرئيسية دون اعتبار عشرات الجماعات المسلحة أو تنظيم الدولة، حيث هناك ثلاث حكومات تتنافس على السلطة ولا يعترف المجتمع الدولي سوى بحكومة الوفاق الوطني. وبغض النظر عن الخلافات حول ذلك، يدعم العديد من الليبيين هذه الحكومة أو تمالكوا أنفسهم عن انتقادها لأنهم يفضلون وجود مخرج من العنف، لكن تبدو هذه الأخيرة على حافة الانهيار. واعتبر الكاتب أن فشل حكومة الوفاق الوطني ليس مسألة سياسية أو عسكرية، فقد فشلت في حل القضايا الأساسية في السياسة والحكم. وعلى سبيل المثال، ارتفع عدد أعضاء المجلس الرئاسي المسموح به بموجب تشكيلها من 3 إلى 9، ورغم ذلك يمكن لحكومة الوفاق الوطني أن تتجاوز أوجه القصور السياسية والقانونية إذا تمكنت من تخفيف بعض المشاكل التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك انقطاع الكهرباء المتكرر ونقص المياه والتضخم وأزمة السيولة وانعدام الأمن. من جانبها، ألقت حكومة الوفاق الوطني باللوم على الحكومات السابقة لعدم قدرتها على معالجة هذه المشاكل بسرعة، وكانت حريصة على الإشارة إلى أنها أحرزت تقدما ضد تنظيم الدولة، ومع ذلك لم يكن ذلك النجاح عملها لوحدها. وبين الكاتب أنه من الواضح أن حكومة الوفاق الوطني التي ساهم في إنشائها وترويجها الغرب لا يمكنها تنفيذ المهام الأساسية للحكم، لذلك تعد أيامها معدودة في الحكم حسب قوله، وسيكون على الليبيين العثور على مسار آخر. بيّن الكاتب كان هانلي في مقال على موقع ديجيتال جورنال أن مجلس النواب صوت بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق، ومنذ ذلك الوقت كلف المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة جديدة من 8 أعضاء فقط بدلاً من 17 سابقاً، لكن لا يوجد مؤشر على إعداد أي تشكيلة جديدة رغم بعض الاجتماعات التي قام بها المجلس الرئاسي، وقد تجاوز بالفعل الموعد النهائي لتسليمها بأسبوع. كما لا يتضمن الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة أي بيان صحفي يعلن عن هذه الاجتماعات، ويبدو أن 2 من الاجتماعات التي تناولت النقاش حول مخرج للأزمة الحالية لا تستحق الإبلاغ عنها، كما لم يصدر أي بيان عقب الاجتماعات. ومن المفترض أن تأخذ الأمم المتحدة بالقائمة السابقة المكونة من 4 أعضاء، وقد أفاد موقع ليبيا بروسباكت أن خلال 2 من الاجتماعات دعت لجنة الحوار السياسي المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن مصدراً مقرباً بيّن أن الحصة الصباحية اليوم الثلاثاء شهدت مشادات كلامية بين السراج واثنين من أعضاء المجلس الرئاسي، وهما علي القطراني وفتح المجبري. وأبرزت المصادر أن القطراني وعضو المجلس الرئاسي عمر الأسود يصران على تكوين حكومة جديدة فضلاً عن إلغاء كل القرارات السابقة لأنها لم تتخذ من قبل جميع أعضاء المجلس الرئاسي. واعتبر الكاتب أن هناك أملاً ضئيلاً في المصالحة، حيث يبدو حفتر منشغلاً بتشكيل حكومة عسكرية شرق ليبيا. في الوقت نفسه تبدو الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني ينشغلان بجمع الشخصيات والتقاط الصور دون التخطيط للمستقبل.
سيد أخشان، نتحدث الآن عن تداعيات كثرة وجود الأطراف العسكرية والسياسية مقابل حكومة الوفاق، ومن هذا المنطلق اعتبر الكاتب عماد الدين منتصر أنها على حافة الانهيار. هل من الممكن أن نحكم على هذه الحكومة بالفشل أو غيره في تقديرك؟ في رأيي هذه النظرة واقعية لا شك، ولكنها تميل إلى التشاؤم، وأعتقد أن الوضع الليبي لا يتحمل أن ننظر إلى الجوانب السلبية فقط. صحيح أن اجتماعات تونس الأخيرة أعادتنا إلى المربع الأول، بمعنى أنه لم نحقق خطوة تتقدم بنا إلى الأمام نحو تركيز سلطة هذه الحكومة التي بقيت فوقية إلى حد اليوم، ولكن رغم ذلك أعتقد أن الضرب في هذه الحكومة لن يفيد شيئا، لأنه لا يوجد بديل. في الحقيقة هي حكومة الفرصة الأخيرة كما وصفت في البداية، وإلى الآن لم تستطع أن تسيطر على الأرض، هي معترف بها دوليا، تحظى بشعبية إن صح التعبير على الصعيد الدولي باعتبار أن القوى المتحكمة في الوضع الليبي تدعمها، ولكن الرأي العام الليبي الداخلي والمواطن الليبي لا يرى نفسه في مرآتها، لأنها لم تحقق له شيئا على الصعيد العملي، على صعيد حياته اليومية. فلذلك يعني صحيح التشاؤم له ما يبرره، ولكن لو ذهبنا في هذا الاتجاه سنقضي على ما تبقى من أمل لدى الليبيين. نعم، طيب في سياق التشاؤم بشأن نجاح حكومة الوفاق الذي عبر عنه الكاتب منتصر، والذي رأى أيضا أن فشل هذه الحكومة ليس سياسيا أو عسكريا بل كان في حل القضايا الأساسية أيضا، ما الأخطاء التي وقعت فيها هذه الحكومة أو المجلس الرئاسي، وهل من الممكن تجاوزها في الوقت الراهن أو المرحلة هذه؟ أبرز خطأ في رأيي هو ليس خطأ وإنما هو سمة واكبت هذا المجلس منذ إنشائه، وواكبت الحكومة أيضا منذ إنشائها، هو الصراعات الداخلية التي شلت عملها. كل الاجتماعات تتحول كما أشير إلى ذلك قبل قليل في التعليق، تتحول إلى مشادات بين أعضاء المجلس الرئاسي وبين أعضاء الحكومة، فلذلك لا يمكن اتخاذ أي قرار، وفي الوقت الذي تحتاج فيه ليبيا إلى قرارات كبيرة ومصيرية تتعلق بمؤسسة النفط، تتعلق بالمصرف ليبيا المركزي، تتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين الليبيين، لكن الحكومة ليس لها إمكانية لكي تتخذ قرارات في هذا الاتجاه بسبب الصراعات والتنافس بين أطرافها، كل يعطل الطرف الآخر، وبالتالي لا أعتقد أن هناك ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية والمسؤولية التاريخية التي تجعل كل طرف يتنازل عما لديه من مواقف وأفكار ويقترب من الطرف المقابل ليضع يده في يده من أجل تحقيق خلاص ليبيا. نعم، طيب موقع ديجيتال جورنال أشار إلى تجاوز الموعد النهائي للإعلان عن تشكيلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الجديدة، إلى ما يشير تأخر التشكيلة الجديدة في رأيك؟ يشير إلى خيبة الأمل التي عمت لدى الليبيين بعدما كانوا يعتقدون أن هذه الفرصة أعطيت للحكومة لكي تجدد أعضائها ولكي تتقدم بتشكيلة جديدة في موعد محدد لم يحصل، وبالتالي هذا يدل على أننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بدون أن نستطيع أن نستجيب للأجندات التي وضعت من أجل إخراج ليبيا من هذه الأزمة السياسية ووضعها على سكة الوفاق الوطني الحقيقي. نعم، طيب بالحديث عن الوفاق أو توافق الأطراف، ما المتغيرات التي يحدثها تقليص عدد حقائبها الوزارية؟ هو في الحقيقة لو أريد زيادة الحقائب لما توقفنا عند عدد محدد، لأن كل طرف سيصيح عندما تتشكل الحكومة أو المجلس بأنه غير ممثل فيها، وكلما أضفنا أسماء إلا وزادت الأمور تعقيدا، وبالتالي فالعودة إلى 4 ربما هو يختصر لأنه يجعل كثير من الأطراف خارج هذه اللعبة، وبالتالي هناك تساوي في الإقصاء إن صح التعبير، وتبقى هناك أطراف أساسية أو نواة مركزية هي التي تقود العملية. نعم، طيب وفقا لموقع ديجيتال جورنال فإن القطراني والمجبري وهما أعضاء في المجلس الرئاسي يصران على إلغاء كل القرارات السابقة، وحفتر ليس لديه نية للانضمام إلى حكومة الوفاق، أي موقف منتظر سواء من المجلس الرئاسي أو المجتمع الدولي للتعامل مع هذا الرفض؟ هو هذا أحد مصادر الشلل في الحكومة، عندما تشترط أن تلغى كل القرارات السابقة وكأن التاريخ يبدأ من اللحظة التي انضم فيها أو قرر فيها أحد الأطراف أن يكون هو الطرف المؤثر،
فعند ذلك يعني تعجز البقية ولا يمكن القبول بهذا المطلب، وبالتالي يكون هناك فيتو مقابل من الطرف الآخر وتتعقد الأمور من جديد. وهذا ما يحصل، يعني في كل مرة نزداد تعقيدا للأزمة بدل أن نجد مخارج تمكن من حلها، كما قلت بالتنازل عن بعض المسائل. لو قبل بالقرارات السابقة وانطلقنا من اللحظة التي وصلنا إليها اليوم، ربما لا زال الكثير من الخلافات واستطعنا أن نفتح الطريق أمام الحكومة الإنقاذ لكي تقوم بدورها. نعم، وبهذا ننتقل إلى المحور الثاني، ابقوا معنا. تتضارب الأنباء والأراء بشأن حجم قوة ما يعرف بتنظيم الدولة ومؤهلاته، ففيما يقدر بعض الخبراء أن سرت تعتبر من أكثر المعارك تعقيداً، لأن التنظيم متمترس فيها وأن ما خلفه تدخل الدول الغربية يصب في مصلحة التنظيم الذي يبدي مقاومة شرسة، إلا أن آخرين تحدثوا عن الصعوبات المالية لما يعرف بتنظيم الدولة بسبب تراجع القاعدة المالية له، وهو ما ينبئ باقتراب القضاء عليه كلياً. ذكرت صحيفة رأي اليوم في افتتاحيتها أنه منذ أسبوعين تؤكد حكومة الوفاق الوطني الليبية والمتحدثون باسمها أن القوات التابعة لهم حسمت معركة مدينة سرت الليبية المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة، وأنها بصدد تعيين حاكم عسكري لإدارتها. وتوضح اليومية أن معركة سرت تعتبر من أكثر المعارك تعقيداً، لأن تنظيم الدولة متمرس فيها أولاً، ولأن القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية الخاصة التي تشارك في عملية اقتحام المدينة لا تريد تكبد خسائر بشرية في صفوفها، ولأن هناك مقاومة شرسة في العديد من أحيائها الضيقة. واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن الفوضى الدموية التي تعيشها ليبيا حالياً تبدو بلا نهاية وشيكة حتى بعد تدخل الدول الغربية براً وبحراً وجواً، الأمر الذي يصب في مصلحة تنظيم الدولة والحاضنة الشعبية الداعمة له نتيجة أخطاء الدول الغربية وسوء تقديرها للواقع على الأرض والخريطة القبلية الليبية وتصديق أقوال بعض المعارضين الليبيين التي لم تزد عن كونها تمنيات. بيّن الكاتب سامي زبطية في مقر على موقع ليبيا هيرالدا أن تقريراً لمنظمة هايت سبيتش انترناشونال تناول مصادر تمويل تنظيم الدولة في ليبيا، ويؤكد التقرير أن السبب الرئيسي للهزيمة السريعة للتنظيم هو غياب التمويل، مبيناً أنه كان دائماً يعتمد على النهب وفرض الضرائب والتهريب والتبرعات بالإكراه، مضيفاً أن التنظيم كان قادراً على الحفاظ على ديمومته طالما كان قادراً على الاستيلاء على المزيد من الأراضي وفرض الضرائب والقيام بعمليات النهب. ويذكر أن تنظيم الدولة كان يعتمد في البداية على تمويلات من قيادته في سوريا والعراق، ويعتقد أن التمويل الإضافي يأتي من نهب فرع مصر في ليبيا المركزي بسرت خلال نوفمبر 2013، هذا ويعتقد أنه كان يحتوي على حوالي 55 مليون دولار. وأوضح التقرير أن القاعدة المالية للتنظيم تراجعت عندما واجه مقاومة أكبر خلال عامي 2015 و2016، ويرجع ذلك إلى أساليبه الوحشية المتطرفة وبما أن قيادته في الشرق الأوسط تواجه صعوبات مالية. وأشار التقرير إلى أنه إذا تمت هزيمة التنظيم قريباً في سرت سيكون ذلك نتيجة ضعفه أكثر من خطة مكافحته من قبل حكومة الوفاق الوطني، محذراً من أن كبار قادة التنظيم قد فروا من سرت إلى الصحراء الليبية مع كميات كبيرة من الأموال. سيد خشانة، في كل يوم نلاحظ ترقب الصحافة الدولية لانتهاء الحرب في سرت، وهنا صحيفة رأي اليوم عنونت مقالها الفوضى الدموية بليبيا تبدو بلا نهاية، أي نهاية متوقعة بالنسبة لما يعرف بتنظيم الدولة والحرب في سرت؟ لا شك أن النهاية ستكون القضاء على تنظيم الدولة في سرت، ولكن دون ذلك ثمن باهظ جدا كما اكتشفنا من خلال هذه التقارير. فالأرقام الرسمية المتداولة تقول أن هناك ما لا يقل عن 450 قتيل أو شهيد في مواجهة تنظيم الدولة، بالإضافة إلى حوالي 1200 جريح، يعني هذا رقم ضخم. ومع ذلك ما زال القتال مستمرا إلى اليوم، وما زال لم يقضى على داعش بشكل نهائي في سرت، مما يدل على أن المعركة أكبر وأعقد بكثير مما كنا نظن، خاصة في ظل شح المعلومات التي تأتي من هناك.
لهذا أقول أن مدينة سرت بالنسبة للتنظيم ترتدي أهمية استراتيجية كبيرة، أولا كخلفية لما يسمى بالولايتين في الشام والعراق، الموصل والرقة، وكذلك من حيث القدرة على التأثير في بلدان الجوار وإرسال استشهاديين وغيرهم إلى تونس والجزائر وإلى مصر وحتى نحو أفريقيا أيضا. وبالتالي لم يكن من السهل أن يسلم تنظيم داعش بالهزيمة في سرت، وهو ما زال إلى اليوم يقاوم رغم كثافة القوى التي دخلت في المعركة ومنها قوى غربية كما هو معلوم. واضح. طيب، بحسب المقال فأن معركة سرت تشارك فيها أمريكا وبريطانيا وفرنسا برا وبحرا وجوا، ما حقيقة هذا الدعم في تقديرك؟ وهل له أي انعكاسات على الأرض؟ هذا الدعم ثابت، لأن قوات البنيان المرصوص ليست لديها ما يكفي من الإمكانات لمواجهة قوة داعش الذي تمركز في سرت منذ أكثر من سنة، وبالتالي فوجود هذا الدعم الخارجي كان ربما عنصرا حاسما في الانتصارات العسكرية التي تحققت إلى حد الآن في إخراج داعش من داخل مدينة سرت ومن المواقع المحصنة داخلها خاصة. معنى ذلك أن وجود مساهمة ومشاركة غربية قوية على كل الأصعدة البرية والجوية والبحرية هو أمر ثابت لا مجال للتشكيك فيه. نعم. طيب، الكاتب سامي زبطية نقل عن تقرير دولي تناول مصادر تمويل التنظيم، وبين أيضا أن القاعدة المالية لهذا التنظيم تراجعت، أي تأثير لذلك في التنظيم؟ يبدو أن هذا أحد الأسباب الرئيسية للهزيمة، أن تنظيم داعش لم يعد قادرا على تمويل الحرب، وكما نعلم كل الحرب هي بالدرجة الأولى إمكانات مالية وعسكرية وغيرها. فلذلك انطلاقا من أن تنظيم داعش لم يستطع أن تكون له حاضنة شعبية في سرت وفي المدن الليبية للأسباب المعروفة، فإنه لجأ إلى محاولة تصدير النفط كما نعلم، وحيل بينه وبين إمكانية تصدير النفط عندما ضربت هذه المحاولات التي صدرت عنه، وبالتالي لم يبقى أمامه إلا أن ينتزع الأموال من المواطنين بالإضافة إلى الأموال التي استولى عليها من فرع المصرف ليبيا المركزي في سرت. وهذه الأموال يمكن أن تنتهي يعني في فترة معينة، خاصة في حالة حرب مثل التي يخوضها الآن ضد قوات البنيان المرصوص. فلذلك نفهم أن الجانب المالي لعب دورا مهما في مصير هذه المعركة. نعم. طيب، يعني هل يمكن الحديث عن فقدان التواصل المباشر سواء لوجستيا وعسكريا بين فرع التنظيم في ليبيا وقياداته في العراق وسوريا؟ بالتأكيد، الضربات الجوية قطعت حبل التواصل بين سرت من ناحية والقواعد الموجودة في الرقة وفي الموصل وبشكل عام في المناطق الثانية التي يوجد فيها تنظيم داعش، وبالتالي فربما ما لم تستطع أن تقوم به قوات البنيان المرصوص من ضرب لهذه خطوط الإمداد قامت به الطائرات الغربية التي شاركت في المعركة لقطع خطوط الإمداد عن تنظيم داعش، وهذا ما سهل طبعا هزيمته النسبية التي لم تكتمل. نعم. إلى اليوم، والمعركة مستمرة كما قلت. وبهذا ننتقل إلى المحور الثالث والأخير، ابقوا معنا. فيما يعلق المتابعون للشأن الاقتصادي الأمال على توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وتجاوز الخلافات الاقتصادية، يبدو الخلاف على إرساء إدارة موحدة متواصل مع عدم البت في تسليم المؤسسة الليبية للاستثمار إلى اللجنة التسييرية التي كلفها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مؤخرا وفقا لما نشرته الصحف. بيّن الكاتب سيمون كلارك في مقال على موقع وول ستريت جورنال أن الإدارتين المتنافستين حول المؤسسة الليبية للاستثمار تريدان تسوية خلافاتهما وتوحيد المؤسسة، ويذكر أن دعوى قضائية رفعت ضد بنك جولدمان ساكس وبنك سوسيتي جنرال من قبل المؤسسة لاسترجاع أموالها التي خسرتها في صفقات فاشلة. وقال رئيسا الإدارتين المتنافستين في مقابلة مع الصحيفة أنهما يريدان توحيد جهودهما لخفض التكاليف القانونية وتبسيط العمليات. وقال كل من رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس عبد المجيد بريش ورئيسها المقابل شرق ليبيا فوزي عمران فركش أنهما التقيا قبل أسبوع بدبي واتفقا على إنشاء مجلس إدارة موحد. وأكد فركش في المقابلة أنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن،
وقال كل من بريش وفركشة أن كل القرارات بخصوص المؤسسة الليبية للاستثمار يجب أن تتخذ من قبل مجلس الأمناء الذي يتضمن رئيس الوزراء. وقد طالب بريش من محكمة بطرابلس بالبت في شرعية اللجنة التوجيهية قائلا: هناك إشكالية مع الوضع القانوني الحالي، فالهيئة الوحيدة المخولة لتعيين وإقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هو مجلس الأمناء، وإذا كان هناك مجلس أمناء جديد وطلب مني الاستقالة على أساس قانوني سأفعل ذلك على الفور. سيد خشان، نناقش في هذا المحور مساعي توحيد الإدارتين للمؤسسة الليبية للاستثمار في غرب البلاد وشرقها، وهو ما تحدث عنه موقع وول ستريت جورنال. هذه المساعي هل جاءت في وقتها ولا تتضارب مع قرار المجلس الرئاسي بشأن تكليف لجنة تسييرية لهذه المؤسسة، أم ماذا في تقديرك؟ لا أعتقد أن هناك فرقا بين القرارين، يعني بين الإجراءين. ربما هذه الخطوة الصغيرة هي خطوة محمودة، أن يتم تجميع شطرين منفصلين من رأس المؤسسات الليبية، ومعظمها للأسف موزع بين بنغازي وطرابلس وليس هناك قنوات اتصال بينها. فإذا تمت هذه الخطوة ربما تكون بداية لخطوات لاحقة على نفس الطريق، خاصة أن هذه العملية ستمكن من استعادة أو على الأقل بداية استعادة أموال الشعب الليبي المنهوبة من المؤسسات المالية الدولية التي استغلت الوضع الذي عليه ليبيا منذ انتفاضة 17 فبراير لكي تستحوذ على كثير من ثروات الشعب الليبي المودعة لديها، مثل بنك وول ستريت، مثل بنك سوسيتي جنرال وبنك جولدمان ساكس وغيرهم. هناك كثير من الأموال التي وضعها النظام السابق في بنوك متعددة، ولكنها بقيت، أي أن الأطراف الغربية تستخدمها وتستثمرها والشعب الليبي محروم منها. فلو حل هذا المشكل المؤسسي ربما يمكن من التفرغ لملاحقة الذين استحوذوا على أموال الشعب الليبي. وصلت فكرتك في هذا الملف، أشكرك. في نهاية الحلقة ضيفنا عبر سكايب من تونس مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد خشان، شكرا جزيلا لك. كما ننوه مشاهدينا إلا أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.